نعم، هذا سؤال يقول السائل: ما هو مقدار العلم الذي يجب تعلمه؟ ثم سؤال آخر: ما هي جماعة التبليغ؟ وهل يجوز أن أذهب معهم في جولاتهم وخروجهم؟ أما السؤال الأول، العلم الذي يجب أو مقدار العلم الذي يجب أن يتعلم، العلم بارك الله فيكم على قسمين: فرض عيني وفرض كفائي. فرض عيني وفرض كفائي. الفرض العيني هو الذي يجب عليك أن تتعلم، كل مسلم يجب أن يتعلم، يجب على كل مسلم أن يتعلم، وهو الذي يقيم به العبد دينه، ما يقيم به العبد دينه، يعني ما يتعلق بأركان الإسلام، فمن أوجب الواجبات وأهم المهمات معرفة التوحيد وما يناقضه، مهم جدا حتى يصح إسلام المرء من عدمه، حتى لا يقع في الشرك أو في البدع أو نحو ذلك. ثم ما يتعلق بصلاته، لأنه يصلي كل يوم 5 مرات الفرائض، فيجب عليه أن يتعلم ما يجوز وما لا يجوز في الصلاة من الأركان والواجبات وغير ذلك، حتى يصح أو حتى يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح. كذلك ما يتعلق بصومه، وما يفسد الصوم، ومتى يجب عليه الصوم، وما هي كفارة، إلى الكفارات المتعلقة بمن أفطر في رمضان عامدا أو غير عامد، إلى غير ذلك. يجب عليه أن يؤمن وأن يستيقن بأن الله فرض عليه الحج، وأن الله فرض عليه الزكاة. أما تفصيل الحج وتفصيل الزكاة فهذا لا يجب عليه معرفته إن لم يكن من أهله، بمعنى ليس من أهل الحج معذور، عذر أبدي مثلا، ما يستطيع أبدا، أو ليست عنده قدرة، فيجب يؤمن أنه يجب عليه أن يؤدي لله هذه الفريضة متى ما تمكن. أما كي ما هي نواقض الحج، مفسدات الحج، واجبات، هذه لا يلزمه ابتداء أن يعرفها، إلا إذا تلبس بالحج وعزم عليه يجب عليه أن يتعرف. كذلك الحال في الزكاة، إذا لم يكن عنده مال ولا مبلغ ومن الفقراء، يكفيه أن يؤمن بأنه تجب عليه الزكاة لو كان أهو أن من أركان الإسلام الزكاة، لكن المقادير والأنصبة وزكاة عروض التجارة وما يتعلق بذلك، وزكاة النقدين وما يتعلق بذلك إلى غير ذلك، والركاز وما في الركاز، هذا لا يلزمه ابتداء لأنه لا يعرفه وليس يعني قادرا عليه. أما الفرض الكفائي فهو ما زاد على ذلك، وطلب العلم الذي جاءت فيه النصوص، طلب العلم فريضة على كل مسلم وغير ذلك من الحث على الطلب. نعم، وهذا هو يعني الإنسان طلبة العلم، هذا لا بد أن يتعلمه. إذا لم يوجد في المسلمين من هو من أهل العلم وطلاب العلم الذين يعرفون هذه حتى ما زاد عن الأركان 5 من الأمور الأخرى، فإن الأمة تأثم. هذا الذي قلنا الفرض الكفائي، الفرض الكفائي فيما يتعلق بمفردات العلم، ما يتعلق بالمواريث والأنكحة والطلاق وغير ذلك، وعلم السنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلم اللغة وما يتعلق بها إلى غير ذلك، هذه من الفروض الكفائية.